فظل انخفاض درجات الحرارة يحرص الكثير على تناول المشروبات الساخنة للمزيد من الشعور بالدفء في ظل هذه الأجواء الباردة، ومن أهم تلك المشروبات التي تعمل على تدفئة الجسم وتزويده بالطاقة والحلبة تعد من الأسرار المهمة لدى قدماء الفراعنة، وقد سجلوها على البرديات فهي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية والعلاجية المهمة، فهي مضادة للالتهابات والميكروبات التي تنتشر في فصل الشتاء. وكذلك مشروب حمص الشام، تناول كوب منه يوميا مع إضافة البصل والزنجبيل والليمون والطماطم إلى شوربة الحمص، والذي يعمل على إمداد الجسم بالطاقة والتدفئة اللازمة في الشتاء. وكذلك مشروب السحلبي، تناول كوب واحد منه يوم بعد يوم من خلال إضافة اللبن المنزوع الدسم والسكر الدايت وعدم إضافة المكسرات، حيث تعد من أكثر المشروبات التي تمنح الجسم الدفء وتمده بالطاقة. وكذلك مشروب القرفة، تعد من المشروبات المفضلة في الشتاء، والتي تعمل على تقوية الجهاز المناعي ومن المضادات الحيوية التي تنشط الدورة الدموية، كما تعالج مشاكل الجهاز التنفسي مثل التهاب الحلق والسعال والبلغم والربو، وتعالج مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك المزمن، وتعمل على تخفيف الآلام وآلام الطمس والمغص، وتمنح الجسم الدفء. وتوجد مشروبات ساخنه أخرى سوف نتناولها في وقت لاحق.